شاء الله عم يخترعوا الزر. طلع شو الله يرضى عليكم. يا جماعة في واحد بس صوته أعلى من صوتي، عليه ضحكة أقسم بالله لما يبلش الصوت. صراحة ما عشت معك بالمدرسة بس أظن واحد من اثنين، يا كنت أنت متنمر عليك بطريقة عجيبة يا أما أنت ما كنت مخلي ولا واحد. كنت الاثنين كانوا يتنمروا علي وأنا صارخ. بس بقول لك شو، أنا بحب لما تضحك أنت لأنه الوحيد تضحك على نكتي. هاني 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 ليش كنت حاطك أنت هفا؟ كمان عندي حولة. شوف ليش ليش هاي الطبلة راحت. اوكي نكتكم ما عاد واحد يطلع معكم. صباح الخير يا جماعه، كيف الحال؟ مرحبا، كيفكم؟ شفتوا شو رميت علي؟ بالله اذا بنقدر نلقط سلومو. مرحبا. ليش ترمي علي شغلات مثل هيك؟ حديد، هاد حديد اللي انت رميتيه. لو وقعت علي تشو كان ممكن محلوه السو اليوم. شو صار؟ شو قصدك انه امبارح مو محلوه؟ بيني وبينك امبارح كان منظرك. اوكي اوكي خلص 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 اوكي. انت شو بدك؟ شو في هذا عاد رافع ايده مثل هيك بالمدرسه بيعملوا؟ تفشوا لجوا. انت رجال على اساس بس تسوي هيك. ما شاء الله. هي بزق علي بزق علي والله. حتشرب بزق انت بكره. شوف يا حبيبي، شوف شوف تمسك من هون. اوكي سيك نعلمك هيك. صارت توتوريال الفرحه فرحتنا. شو ليلتنا مبروك مبروك. وبمناسبة هاي الشيء تي شيرت من تي شيرت أنا صالة جيف أواي. يا 10,000 منه نفسه. لما كنزات أنا صالة تنزل لما قلكم في منا 1000 في منا 1000 فقط، أو إذا يعني إن شاء الله المسابقة لكم في أكثر. بس هاي خلاص بعد في منا. أنا عندي 100 في البيت. كم وحدة عندك؟ أنت طالب 100؟ أنا أنا كذاب. أتحداك. قول والله طلبت 50. طالب انت اخذت 50 من الالف. اوكي احمد فتشوا عليه، هيعمل جيف اواي. احمد احمد بدك تعمل جيف اواي على القناه الجاي. اكسترا سمول عندي لارج عندي ميديوم. قول والله انا افتح محل. هذا عنده اكثر منا. نحن معلقينهم متذكره، معلقينهم مشان ما مشان ما يضيعوا منا. هاي اليوم اصلا لبسته قلنا هلا راحت واحده جديده. اذا عملوا سبسكرايب مع زر الاشعارات وكتبوا دن زلنا ابي اعرف سايز عشان لا بيقولوا لنا دن والسايز دن والسايز مع الايميل عشان نبعث لكم كنزات من عنده. بس يعني بديش تفوتوا بالقناه سبسكرايب ونوتيفيكيشن اون. اوكي عم تتزانخ ماي. اوكي على فكره لاحظتوا يا جماعه انه اصاله صارت اخر فيديو هين كثير عفويه لدرجه انه يعني لا صار بدها اياها تتصنع شوي. تصنع صح. هذا المفروض يكون رصاص. ديمونتايزيشن راح الفيديو. اليوتيوب ما عم يحب هالشغلات هدول باخر فتره حبيبتي. شفتي اخر فيديو مو عملنا اللقاح؟ الفيديو اليوتيوب شال منه الاعلانات وشال منه الشغلات وشال الفيديو ونزل الفيديو وضرب الفيديو لانه كان في لقاح. عشان هيك ما اكلنا امبارح. اوكي الفيديو طويل الفيديو طويل الفيديو طويل. اوكي خلص ما عاد ما عاد. يا جماعه شوفوا والله بنحاول نفرجيكم يومنا من الصبح هيك بكامل عفويه ولكن واضح انه خلص عم يعني في في يعني خلص. 1 2 3 كيفكم عيلة؟ أنا سعلة. إن شاء الله تكونوا اليوم اليوم كتير متحمسين وبنفس الوقت مليانين بمشاعر لأنه حيكون في حيوان جديد بعيلة أنا صالة غير أسامة. هي لا 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 عم بمزح والله. هو قال انه والله النكت والله يا جماعه اسامه بكل فيديوهاته بجيب زباله وبيحكي عني فعادي انه انا احكي عنه يعني عادي. مين علمك هالصوت؟ احمد نشيط. احمد نشيط علمه والله. احمد نشيط علمه هالصوت الصريخ هذا اللي هلا صار هون. سو اللي حيصير اليوم انه انا بصراحه كنت بدي اجيب، بتعرفوا اني بحب العصافير بحب اكثر شيء العصفور والحمام. شو اسمه دوف؟ شو بيقولوا بالعربي دوف؟ الحمام. حمام؟ حمام. حمامه بيضاء رفق ترفق فوق راس. اليوم خصوصي انا هدفي اجيب حمامه بيضة ومو اي حمامه بيضة، حمامه بيضة متدربه لانه غرت من جارتنا عندها 5 حمامات بيض ما شاء الله. الله اكبر الله يخلي لها اياهم. كل يوم ساعه بالمغرب بيجوا بيطيروا هون فوق راسنا وبيدعوا لنا. انت هلا قررتي انه تجيبي حمام؟ احنا قلنا بالبدايه ممكن نجيب عصفور شغلات حمام ممكن نجيب كلب. اذا ما لقينا حمام ابيض بجيب عصفور او كلب. كلب ايه
الهدف من اليوم انه بدي عصفور متدرب انه ما حطه احبسه بالقفص كل مره، انه عادي طلعه بالبيت يصير يجي هيك اعمل اصبعي هيك ويجي وقف على اصبعي ويحضر معي موفيز وهالاشياء الكيوت. ويدعيني وقت انا هني اخرتك جيب لك كلب. العموم حنحاول نجيب لاصاله حمامه او اذا شفنا حيوانات تانية لانه في كثير شغلات كمان ممكن حلوه، يمكن ما بنعرف نشوف شيء نحبه ونجيبه اخر شيء يكون غير شي. المهم اظن حان الوقت انه يكون في عضو جديد في عيله انا صاله، انه احنا قاعدين هون خلص في نوع من كبر شوي صار اسهل هيك بالعنايه بالهي حتى. اوكي عسيرة التعب، بتعرفوا مين عاد عم يتعب كل يوم كثير؟ بوكيت قولي لهم شو اللي عم بيصير؟ غار مني وصار بده يعمل دايت وتدريب. انس قال كل يوم بفيق، قال بيروح، قال صار بيعمل بريكفاست لحاله. صحيح غير اوكي استنوا فرجيكم شغله، كل يوم الصبح عم باكل هذا الويتابكس معلي عليه، ما بعرف اذا في منكم بياكله ولكن بيعطيك طاقة غريبة. يعني انت اوكي اول شيء في شغلات معينة لازم تكون بكل بريكفاست، بتعرفي شو هي صالة؟ اصور لكم انه قال يعني بده يحس حاله الشيف اليوم، حتى حضر هدول لحاله. في شغلات مهمة كثير كنتوا بتعلموها. أوكي. شو هن؟ بالصباح لازم يكون عندك فايبر، حديد، فيتامين، بروتين، وحلاوة الموضوع هذا انه بويتابكس واحدة بس. شايفين هيك؟ واو. بتنحط هيك؟ ايه. تجي هيك، تمسك الحليب، تعمل هيك، هلا انت فيك تحط 2-3 قد ما بدك، تعمل هيك. يا ولد انس بيحب يحط توت وفراوله وخيار. لا لا خيار. انا بحب رش عسل. يس عسل حلاوته انه بتقدر جد تعطيك طاقه لليوم كله. وكمان ويتابكس انه جزء من عيله انا صاله، فشكرا ويتابكس انتوا دائما جزء من عيلتنا. اذا حابين تجربوه هيك شكل العلبه. واخر شيء بحب اقوله انه شوفوا كيف الترانسفورميشن تبع انس حتصير رياضيا. واو. غير لما صارت لكم انا على دايت انا على دايت بعدين ما تشوفوا شيء. يعني لو تقدروا اوكي حنروح ولا حتقعد تحكي على مرتك؟ اوكي حنروح ممكن نروح. اوكي ميمي ار يو ريدي تو جو؟ يا رب يا رب نطلع اليوم. انت بتاكل وما تعزمني؟ واو والله هلا اكل هو قبلي وكمان اكل نفس الشيء. شوف شو قاعد يطالع راوي ليكو انس شو عم تفرج. ما شاء الله. عم اقول وين متعلم الانجليزي انس؟ قلت له نزلنا فيديو جديد على قناه جميله جايز. نزلنا فيديو جديد على قناة الانجليش وكتير حلو. والله بتحت بالدسكربشن. الفيديو كان حلو، كان بمناسبة يوم الاب. انت سألت ليه ما عملنا فيديو يوم الاب يا جماعة؟ اصلا عملت لي شغلات يوم الاب. كتير ناس سألوا وين الهدية اللي جبت لك؟ هلا حفرجيهم. ليكو ساعة رولكس. هلا هون ساعة رولكس. ليكو ساعة رولكس، صراحة هي كانت يعني صعب لحتى الاقيها، ورحت درت كل اسواق بلوس انجلوس ونشيط ساعدني، اخذ اوبر 3 ساعات. انا احس ان ساعتي شنو ساعتي؟ ساعتك كمان. واو شوف في واو علينا نعمة انا وياك فقريين. روح جيبي ساعتك الحقيقية. كنا نقول شوبينج. يلا اجل استنى وين رايح؟ وفي كركبة ليك الكنباية كيف واقع وانت ليه قاعد وانا طالع؟ لو سمحتي نطفي الطاولة. واحد مثلك بينط على هون، يعني الصحن ليه حطيته هون؟ يعني اعتبري انه لساته يشوف فرقت اذا حطيت هذا الصحن هوني. طب اعتبري انه لساته يوم الاب بعد. هذا كركبتك وهي كركبتك وهذا الجوز تبعك. والله الفيديو الفكرة انه احنا وهذا بيعفن لو تركت. يا حبيبي الفيديو انه احنا نطلع برا البيت. يلا اوكي حاطفي الكاميرا. اوكي اوكي هلا وصلنا هون قدام طلعوا هذا المحل عنده كل انواع العصافير والحيوانات الاليفه. وهي ميلا بتعرف نامت كل ال نامت الطريق كله كل الطريق كلياته. اوكي طلعوا وين دخلنا. طلع شو في هون. هاي طلع ما اكبره. هلو طلع طلع طلع. واتس يور نيم؟ اوكي اصالة بلشت تحكي معه. شو عم تقولي له؟ ها شوف اذا بيحكي. طلعوا هاد. اوه واو That's so nice. Okay, شو رأيك؟ بس بدك ببغاء ولا ما بدك ببغاء؟ ميلا, what do you think? Do you like it? طلعوا هاي. Oh my god. هذا لونه زهري. ميمي, are you scared? خايفة. طلعوا هاد. طلعوا هذا كمان. واو أصالة طلعي هاد. Okay, طلعوا دخلنا هلا على غرفة كلها ياطع عصافير. في هون غندور. صار صوتهم هذول يا اوكي ما حنجيب ببغاء ابدا على هالصوت. تعرف هاي اكثر عصفور يطلع اصوات حلوه غندور. شو صوته حلو هذا اكثر من الكناري؟ لا الكناري والغندور نفس الشيء. شو صوت اوه مبيوع هذا. طلع طلع هالعصفور هذا طلعه. يس ميمي طلع طلع يا روحي. وات بيبي يا او ام سوري دعست علي بالغلط. انا اسف حبيبتي. دو يو فورجيف مي؟
اوكي ثانك يو. اخر زمن الاب بيقول لبنته do you forgive me. اي ثينك هذا اللي هو اللي بيوقف على الايد. لا هذا هاي خاف لكم مو بيشبهوا روح هدول طلعي هدول بيشبهوا روح وسما. انا اقول هذا روح. انا كان جعبالي جيب كلب هذا طلع هذا شو هذا هاي كان غراب بس مو غراب طلعوا هذا هذا واو شايف هواي شكله طلعوا طلعوا لا لك شو عم ياكل اكل غريب هاني بجننوا هدول يا جماعه. اصاله هون تعلقت بالعصفور الزهري هذا شو عم بيصير؟ قال هذا العصفور بس بيحب بنات فقط. عن جد والله؟ قال ما بيحب شباب هيك قال لي. تكي يا روح اوه انا حاخذك تكتشي معي يمكن اعتبرك بنت لانك لابس هيك. طب اوكي هلا شو بدنا نجيب؟ حبيت هيك جد مو حتجيبيه؟ حسيته محترم بس سألته ما عندك عصافير متدربين؟ قال لي انه انت لازم تدربيه. اه والله قال لي اصلا ما بيدربون هون مشان ما يتعلقوا فيهم. اوه جد؟ صارت علقت بهذا على فكرة. شو اسمه هذا؟ فينا نعرف شوي تاريخ عن هذا؟ طلع 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 ما اجمله. واو هاني شفتي هذاك ما احلى. انت تعلقتي بهاي خلص يا جماعه. هذا طلع هذا قال 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 هذا الشاب عم يحاول يضبط مرتي مو هيك حكى لنا هلا. تعرف شو قال؟ قال انه هاد حيصرخ كتير. هاد قال ممنوع انه يعيش بشقة مشان الجيران، لازم يكون بيت بعيد يعني بيتنا بيزبط. عجبه صوتي غنيت له قام عمل لي امشي من هون هذا المحل مو لإلنا. سألوا قد ايه حقه؟ ليش شو بدك فيه بدك اياه؟ اوكي اسألوا قد ايه حقه؟ 16 yeah cuz there were 8000 before pandemic. اوكي price is all doubled so yeah that's so this is $16,000 bird. Oh my god. هذا حقه $16,000 عم يضبطك وغالي كمان. عمرك شفتي حدا بتدفعي له مهر لتزوجيه؟ هذا اللي طلع معك؟ اوه سؤالك هذا عمره 40 سنة، هذا أكبر منك عمرا. هذا الفرق معك أنت، عملك عمره 40 سنة، 40 سنة، يعني هذا مواليد 1980، وهي بيقول لك بعيشه لل 70، بتدفع عليه 16 سنة وهو بآخر عمره، الواحد لما يتزوج بجيب وحدة صغيرة. عضك امشي من هون. اذا وصل هالفيديو الى مليون لايك ناخذ هالعصفور. لو سمحتوا لا توصلوا هالفيديو لمليون لايك. بدك اياك شبكي وبعدين عم تلعبي انت شو هاللعبه اللي عم تلعبي؟ بطل حبك لما سمعتي عم تحكي عنه مصاري. طول ما احنا سوا. انا شنو شعورك وهو قاعد يغازل زوجتك؟ ممكن بكفي حكي معه؟ شو زعل بكفي تحكي معه؟ I love you. I love you. حلو. طيب والله لفرجيكي. خذني على الكلب. هي شي بنته، هي كنارية هي بنته ولا شو؟ عم بيقول لي قاعد يرقص معها. طيب هاني عم تقولي له I love you. ممكن تقولي له I love you يا ركوب. جاي عضني الكلب والله يفهم علينا بيفهم عربي. I love you. I love you. كلا 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 يا يلا يلا كل ما قال له I love you لك بيرقص يلا I love you. اوكي يا جماعه طلعوا اصاله. اصاله زعلانه طلعنا بولش. يا اوكي فاهمكم اللي صار. دخلنا على المحل على اساس نحن انه هذا المحل فيه كل العصافير بما فيهم الحمام اللي اصاله كانت بتحبهم، ولكن اللي اكتشفناه انه كل اللي عنده كان ببغاءات. والمشكله بالببغاءات انه شو؟ اولا السعر كثير غالي. ليه هيك حق عصفور؟ الحق عصفور $16,000. وثاني شغله كل العصافير اللي كان عندهم كثير صوتهم يعني كلهم ببغاءات. هلا كان في كناري بس اصاله ما بدها الكناري الصغير، كانت عم تدور على حمام كبير او عصفور كبير. حمام ابيض هيك المتدربين قال لي ولا واحد من العصافير متدربين اولا، بعد ما صار معنا هالشيء اخر شيء قررنا انه انس قال افضل حيوان شو؟ كلب. انس بده كلب. كلب. انا والله انا يا جماعه والله شوف شوف في كلب رح احط لكم اياه على الشاشه اسمه هاسكي مثل الذئب. عيونه زرق، عيونه قوايا، ذكي، بيحمي، بيحمي الاولاد، بيهتم بالاولاد، ما في خوف عليه من اي شيء ثاني. اوكي اصلا بده مين يحميه من ميلا. انا برايي هدول هن من اجمل حيوانات عندنا. باك يارد كبير بيقدروا يلعبوا فيه ويعملوا فيه. انا قلت له لانس ما انه هلا نوا لساته صغير، بدنا حيوان ما يخلينا نشتغل زياده. هلا طبعا اي شيء حتزيده حيخلينا نكون اكبر كعائله ولكن يكون اقل. انا والله كنت متحمس والله. انا قلت خلص انه هلا صار فيه انه نوا صار عمره كبير، ليكو صار عندنا مين كمان عم تعتني فيه وعم تساعد. على فكره اللي عم تعتني فيه اول شيء بتجنن كثير كثير منيحه، وثاني شيء مانا كل يوم بس
الدراسية بتجي إذا نحن عنا طلعات أو شغلات أو ميلة بالمدرسة أو بدنا نوصلها أو بدنا نعمل أو عنا فهي شغلة لازم تعرفوها. فالترباية 99.9% هي على الصول وأنا باقي شوي بعدين الصبي. مو يعني ما حنشتري شيء بس لأنه هلا الوقت كل شيء سكر. والله يقولولي والله يقولولي إذا حبيتوا الهاسكي أنا ما كان الهاسكي قطة هذا بده قطة يا أخي ما حدا بده قطة. أصالة عندها حساسية من القطط فما فيها هاي شيء هاي شغلتها وميلة نفس الحساسية. الشيء الحلو إنه حننهي الفيديو بحلاوة حلاوة حلوة فعلك حتى يراضوا حالهم هدول الاثنين راحوا جاوب طلع شو جابوا ما شاء الله عليك. أوكي سو هلأ جينا على البيت وهي نول هاي كركوري يا لولو بعرف انتو بتحبوا الفيديوهات البيتوتية عشان هيك احنا عم نعملكم يا عم نزودهم لانه احنا عم نحبهم نحنا كمان مرتاحين فيهم وعم نحس نحن عم فرجيكم حياتنا على عفويتنا ولكن. بس بدي اقول انه في اشياء عم نحضرها وبعدين معك انت حضلي تقليلهم لا انه ورا الكواليس بدي تشمعوا من البيتوتية لانه اللي حيجي حيكون انتو خبرونا شو عم تحبوا اكتر. انا اغلب الكومنتات بالفيديوهات اللي ما بتكون بيتوتية بكلهم بده بيتوتي هلأ لما احنا عملنا بس بعرف ان انتو دايما بتقولوا انه احنا افكارنا منفكر برات العلبة فما حاوعد شي بس حقلكم الافكار اللي جاية برات العلبة ما شاء الله. في فيديو جديد على القناة الاجنبية تأكدوا انكم تروح تحضروه هو فيديو عيد الاب كان كتير كتير حلو وكان هيك حماس والترجمة طبعا موجودة عنده. والشغلة كمان انه ان شاء الله على 13 مليون مثل ما قلنا لكم على كل مليون حيكون في مفاجأة فتأكدوا انكم تكسوا سبسكرايب على هاي القناة وهلا صار فيني يقول مني هلا صار فينا نقول تصبحوا باي. اول بوب 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 لنوا بوب 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 ب